فنحن بنعيط على قولهم بنبكي انه فجأة كده الحرم يطير، ولكن حاسين غصة حلقة بموعنا على حدودنا، جدا صعب عليهم نحن كلنا. أسمع أمي وأبويا دائماً يتكلموا مع الحجاج إيش يسووا لما يجي يطلعوا عرفة، لما يطلعوا مزدلفة، لما يروحوا منى. خالاتي وعماتي هم اللي يطبخوا للحجاج، ما في أحد مطعم ولا ده، لا كنا في البيوت كنا نطبخ. عندنا أول حاجية وجات عندنا ولدت في منى، سمت بنتها منى. واحد برضو حرمة ولدت في عرفة فسموها عرفة الولد. فكان يعني تعرفي ولادة الداية، ما كانش أيام زمان في طبيبة تولد ولا حاجة، فكانت المطوفة هي اللي بتولد.